الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث فيما يتعلق بالإعجاز في القرآن الكريم. تكلمنا في اللقاء السابق عن موضوعين يتعلقان بالإعجاز أو عن مسألتين. اللقاء السابق كان عن مسألة، واللقاء الذي قبل عن مسألة أخرى، وهي وجوه إعجاز القرآن الكريم، حيث ذكرنا وجوه الإعجاز، ثم تكلمنا عن القدر المعجز من القرآن الكريم. نتناول في هذا اللقاء إن شاء الله أبرز نواحي إعجاز القرآن الكريم، بعد أن تبين لنا أن إعجاز القرآن فرع عن كونه كلام الله جل وعلا. فلما كان القرآن كلام الله صار معجزا لجميع الخلق، لأن كلام الله لا يستطيع أن يأتي بمثله أحد، وصار آية بينة وبرهانا ساطعا يدل على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإعجاز يتبين من خلال وجوه كثيرة في القرآن الكريم أو نواحي كثيرة. سنركز في هذا اللقاء واللقاءات القادمة على أهم هذه النواحي التي تكلم عنها العلماء، وأبردها كذلك الشيخ منع القطار رحمه الله في كتابه مباحث في علوم القرآن. النواحي التي سنتكلم عنها هي الإعجاز اللغوي والإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي. نتناول هذه النواحي من خلال ما أورده الشيخ منها القطان، تكلم عن إعجاز القرآن الكريم وذكر وجوه الإعجاز ثم الإعجاز اللغوي. تكلم المؤلف عن مقدمة يبين من خلالها أن اللغة العربية يعني أصبحت في زمان نزول القرآن في عنفوان شبابها عملاقا معطاء، وأن العرب استفهروا شعرها ونثرها وحكمها وأمثالها، وطاوعهم البيان في أساليب ساحرة حقيقة ومجازة، إيجازا وإطنابا، حديثا ومقالا. ثم قال: وكلما ارتفعت اللغة وتسامت وقفت على أعتاب لغة القرآن في إعجازه اللغوي كسيرة صغيرة تنحني أمام أسلوبه إجلالا وخشية، وما عهد تاريخ العربية حقبة من أحقاب التاريخ ازدهرت فيها اللغة وتطامن أعلامها وأساتذتها أمام البيان القرآني اعترافا بسموه وإدراكا لأسراره. ولا عجب، فتلك سنة الله في آياته التي يصنعها بيديه، لا يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها إلا إذعانا لعظمتها وثقة بالعجز عنها. ولا كذلك صناعة الخلق، فإن فضل العلم بها يمكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليها. ومن هنا كان سحرة فرعون هم أول المؤمنين برب موسى وهارون. طبعا يقصد أن الصناعات أو المعجزات السابقة كانت يعني معجزة لمن برع فيها وتمكن منها، لأنهم هم أدرى الناس بأن هذا الأمر الذي يتعلق بهذا الذي برعوا فيه خارج عن إرادتهم وقدرتهم. طبعا نعلق على كلام المؤلف هنا آيات التي صنع بيدي، قد يكون في العبارة تجوز، لأن الآيات هنا إذا كانت للآيات الشرعية، لأن الآيات تطلق على أمرين، الآيات الكونية المخلوقة، فنعم هذه صنع الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لكن إذا كان الآيات المقروءة الآيات الشرعية التي أنزلها الله فهي ليست مخلوقة، ولا ينبغي أن يقال إنها من صنع يدي الله سبحانه وتعالى، لأن في هذه العبارة ما يوهم أنها مخلوقة، ومعلوم أن آيات الله منزلة غير مخلوقة. فننبه على هذا، وهذا أيضا من فوائد التعليق على الكتاب أن ننبه على بعض العبارات، وقد لا يكون المؤلف قصدها، لكنها عبارة أتت من غير أن يتنبه لها رحمه الله. ثم لا يزال كلام المؤلف رحمه الله عن أن اللغة العربية في الجاهلية وقبل نزول القرآن قد بلغت كما قلنا أعلى مستوى لها على مر التاريخ، ثم ينزل القرآن في هذا الوقت وهناك الكثير من المتمكنين في اللغة والذين يجيدون فنونها المتعددة من شعر ونثر وخطب وما أشبه ذلك، ينزل هذا القرآن فيحصل التحدي به ويتحدى به هؤلاء العرب الذين هم في أعلى درجات التمكن البشري من اللغة العربية، ثم لا يستطيعون أن يأتوا لا بقرآن مثله ولا بعشر سور مثله ولا بسورة مثله كما مر معنا في مراحل التحدي بالقرآن الكريم، بل إنهم بعد أن حصل التحدي لهم لم يملكوا إلا أن يعارضوا بالتكذيب والعناد، وأن يحملوا السيوف وأن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن تجبرا وتكبرا وإعراضا عن الحق. وإلا فإن الأصل وكان يسعهم أن يؤمنوا وأن يقروا بأن هذا القرآن ليس كلام بشر، وإنما هو
منزل من عند الله سبحانه وتعالى، فيخضع له ويؤمن بما فيه، ولكنه العناد والكبر دائما يؤدي إلى مثل هذه النتائج والإعراض، نسأل الله العافية. هذا كان في زمن نزول القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أن أحد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تجرأ أن يقول بأني سآتي بقرآن مثله. تتابعت القرون لدى أهل العربية، وظل الإعجاز اللغوي راسخا كالطود الشامخ، تذل أمامه الأعناق خاضعة لا تفكر في أن تدانيه، فضلا عن أن تساميه، لأنها أشد عجزا وأقل طمعا في هذا المطلب العزيز، وسيظل الأمر كذلك إلى يوم الدين، والأمر كما قال الله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولا يستطيع أحد أن يدعي عدم الحاجة إلى معارضة القرآن وإن كان ذلك ممكنا، فإن التاريخ يشهد وقد توافرت الدواعي الملحة لدى القوم لمعارضة هذا القرآن، ولكنهم مع ذلك لم يتجرؤوا على ذلك، فوقفوا بعد ذلك من الرسالة وصاحبها موقف الجحود والنكران، واستثار القرآن حميتهم وسفه أحلامهم وتحداهم تحديا سافرا يثير حفيظة الجبان الرعديد مع ما كانوا عليه من أنفة وعزة، فسلكوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسالك شتى، ساوموه بالمال والملك ليكف عن دعوته، قاطعوه ومن معه حتى يموت جوعا، اتهموه بالسحر والجنون، تآمروا على حبسه أو قتله أو إخراجه، كل ذلك لم يجدي شيئا. لو كانوا يستطيعون بعد ذلك أن يتحدوا الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتوا بقرآن مثل هذا القرآن لفعلوا، ولكنهم لا يستطيعون، فقد كان ذلك أسهل لهم لو كانوا يستطيعون من أن يفعلوا كل هذه الأمور وأن يعرضوا أنفسهم للقتال، وما حصل لهم بعد ذلك من قتل وبلاء عظيم بسبب معارضتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الذي عجز العرب عن معارضته لم يخرج عن سنن كلامهم، بل هو متكون من الألفاظ والحروف والتراكيب والأساليب التي يستخدمونها، ولكنه في اتساق حروفه وطلاوة عبارته وحلاوة أسلوبه وجرس آياته ومراعاة مقتضيات الحال في ألوان البيان في الجمل الإسمية والفعلية وفي النفي والإثبات وفي الذكر والحذف وفي التعريف والتنكير وفي التقديم والتأخير وفي الحقيقة والمجاز وفي الإطناب والإجاز وفي العموم والخصوص وفي الإطلاق والتقييد وفي النص والفحوى وهلم جرى، لكن القرآن في هذا ونظائره بلغ الذروة التي تعجز أمامها القدرة اللغوية لدى البشر. وقد سجل لنا التاريخ نماذج ومواقف بهر هؤلاء العرب الفصحاء بهذا القرآن وسجلوا إعجابهم به، ولكنهم مع ذلك لم يوفقوا للإيمان به. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد ابن المغيرة وهو من كبار قريش ومن زعمائهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ على الوليد ابن المغيرة القرآن، فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال له: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوك، فإنك أتيت محمدا لتتعرض لما قبله، يستهزئ به. لما رأى أنه رق ومال إلى الإسلام فأراد أن يستثيره ويقول: نريد أن نعطيك مالا، لأنك ما جئت النبي عليه الصلاة والسلام، ما جئته إلا لتأخذ منه مال لتتعرض لما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له وكاره. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو وما يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. هذا كلام أحد الأعداء المكذبين من قريش في القرآن الكريم، والحق ما شهدت به الأعداء. قال: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر يأثيره عن غيره، فنزلت: ذرني ومن خلقت وحيدا، في سورة المدثر، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. حيثما قلب الإنسان نظره في القرآن وجد أسرارا من الإعجاز اللغوي، يجد ذلك في نظامه الصوتي البديع بجرس حروفه حين يسمع حركاتها وسكناتها ومداتها وغناتها وفواصلها ومقاطعها، فلا تمل أذنه السماع بل لا تفتأ تطلب منه المزيد.
الجن لما سمعوه قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يجد ذلك في ألفاظه التي تفي بحق كل معنى في موضعه لا ينبو منها لفظ يقال إنه زائد ولا يعثر الباحث على موضع يقال إنه يحتاج إلى إثبات لفظ ناقص. يجد ذلك في ضروب الخطاب التي يتقارب فيها أصناف الناس في الفهم فيما تطيقه عقولهم فيراها كل واحد منهم مقدرة على مقياس عقله ووفق حاجته من العامة والخاصة. وهذا من أعجب الأشياء أن يستمع إلى هذا القرآن العالم الكبير فيعجب به ويذهل لما فيه، ويسمعه العامي العادي من الناس فيرتاح إليه ويستمتع به ويتلذذ بخطابه، فكل الناس يستمتعون به. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يجد ذلك في إقناع العقل وإمتاع العاطفة بما يفي بحاجة النفس البشرية تفكيرا ووجدانا في تكافؤ واتزان، يغذي العقل ويلامس العاطفة، فلا تطغى قوة التفكير على قوة الوجدان ولا قوة الوجدان على قوة التفكير. وهكذا حيثما قلب النظر قامت أمامه حجة القرآن في التحدي والإعجاز. ثم نقل المؤلف كلاما عن القاضي أبي بكر الباقلاني عن نظم القرآن وما تضمنه من وجوه الإعجاز فيما يتعلق بالنظم وأنواع البلاغة وكل ما في أساليب العرب من يعني أشياء رائعة، أتى القرآن بأحسن منها وأرقى وأكثر تأثيرا، ولذلك كان للقرآن العظيم الأثر الكبير على كل من استمع إليه. والحديث عن الإعجاز يطول، ولا شك أن إعجاز القرآن اللغوي هو الباب الأوسع والمجال الأرحب في إعجاز القرآن الكريم، لأنه نزل على قوم بلغوا الغاية في هذا العلم في علم اللغة، فتحداهم تحدي من جنس ما برعوا فيه، ومع ذلك كل كانوا يستمتعون به ويتلذذون لكنهم كذبوا به، إلا من وفقه الله وهداه للإسلام. فعلينا أن نستمتع بهذا القرآن العظيم من حيث ما ورد فيه من فنون اللغة وأساليبها المختلفة التي تطرب الآذان وتمتع العقول وتأتي من المعاني بأكملها وأفضلها وأنفعها. كل ذلك يجده من استمع إلى هذا القرآن وأصغى إليه، لأن هذا القرآن العظيم قرآن عجيب، لو أنزله الله سبحانه وتعالى على الجبال لتأثرت به وقشعت له. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا القرآن العظيم وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهله وخاصته. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.